غزل، ايش ممكن في شيء عندك مره يعني لما تجيبي بودي جارد لو هتعيني على ايه؟ هو اكيد اذا انا حجيب بودي جارد اكيد معناته ان انا عندي ثروه واملاك وبيوت واشياء زي كذا، محل خطر، وانه ايوه مثلا انا اكون انسان اكيد طالما انه انا حكون ملياردير فاكيد حكون ايوه لا مش للدرجه دي، حكون ملياردير فاكيد ممكن يعني الواحد يخاف على نفسه، عرفتي؟ جيب بودي واحد؟ الامان بالله والله في الاخير. طيب يعني هتحطي على نفسك البودي جارد، ايش رايك انا اعرف لك واحده عينت حارس شخصي على خاتم حقها؟ والله لا يشغلني الا بطاعته والله بصراحه. عينت باريس هيلتون حارس شخصي لحمايه خاتم خطوبتها على مدار الساعه وطوال ايام الاسبوع. قيمه الخاتم الثمينه دفعت النجمه الى تعيين حارس لحمايته من السرقه او التلف، حيث يبلغ سعره حوالي 2,000,000 دولار. ويتميز الخاتم 22 قراط بالطبع بحجم كبير، وهو من الالماس ومن تصميم مصمم مجوهرات المشاهير مايكل جرين. هذا هو الخاتم، مره ثقيل على ده شكله مسكينه، مره حزنتني. لا بس يعني بس مش لدرجه انه انا اجيب بودي جارد مخصوص عشان الخاتم. يحمي لي الخاتم. طيب يا ستي ما تبي تكوني لابسه تفكيه وحطيه في السيفتي بوكس وقفلي عليه وانتهينا. يعني ايش فكره؟ طب اوكي والخاتم في السيفتي بوكس، البادي جارد حيفضل واقف عند السيفتي بوكس يحرس السيفتي بوكس وال لا هو الخاتم يفضل في علبه مثلا شفافه قزاز تحطي كده وتقعدي تتفرجي عليه. انا بدي اعرف ايش صار كمان؟ اول شيء قولي لي ايش ناسي انت؟ اكثر الاشياء اللي نسيتيها بعدين قلتي يا الله انا نسيت الشغله الفلانيه. اوه يا ما مواعيد اشياء. لا مره طلعت من البيت اوريدي ناسي مفاتيح البيت يعني جوة البيت، عرفتي؟ اوكي فرجعت مره ثانيه ودقيت الجرس واخذت المفاتيح. طب كويس عزيزتي غزل، انت نسيتي مفاتيحه، شيء طبيعي انه الانسان ينسى مفاتيحه، بس قد عمرك نسيتي زوجك في مكان ومشيتي؟ اكيد لا. باريس هيلتون نسيت خطيبها في المطار وراحت، شوف يعني خطيبها اللي جاب لها الخاتم ابو 2 مليون دولار جاي بالسلع وشايف خاطرها تقوم تنساه في المطار، وطبعا اكيد ما نسيت الخاتم. لا طبعا خدت الخاتم والشنطه والسواق ومشيت وسابت الراجل وخلته. والله سابته. شوفي لا تعليق بصراحه. مشاهدينا فاصل ومكملين معكم باقي فقرات سيدتي.